أنا عندي 36 عام، مرت دابا 4 سنين تندير الدياليز. بس مشي كدير الدياليز دابا هاد المدة هادي كنت تهرس في ركبتي، تهرس وما بقى درت هاديك السمطة ديال الحديد، وبقيت جو سيمانات قال لي رجعي موريسكو. فاش رجعت قال لي اضراب، حيت ماما ما دخلونيش ما دخلونيش للسبيطار، ما بغاوش، ما قبلونيش. لا ما كده والو، غير فاني ديال باش يهدني. نغمض عيني، نحل عيني، الحريق، العافية في الحمي، الحمي كامل طاب، عظامي كامل الرشاو، كل شيء تضرني. ما كناش ديلو نار، ليلو نهار ما كنشوفش الراحة، كرشي قصاحت، الحم رجلي قصاحت، مبقيتش كنحس بيهم كاع، تنحرك عيني وراسي، طابت حتى حاجة، ندخل السبيطة، حيت ما بقاش عندي الجد. بغيت نتعالج صافي، تيقولوا لي والو، خاصني ورقة من عند الطبيبة. جبت لي ماما ورقة، عطاتها لي ماما، قبلونيش، ما عرفتش علاش. انا ما عرفتش، احنا بغينا غير الدواء في موريسكو صافي، ما بغينا والو غير الدواء. كنبقاو ندورو تما، ندورو من طبيب لطبيب، كلشي كيدفع لنا هادشي صافي. كيقول لك لا سير درتو السكانير هنا، سيرو ديرو في 28 كاين الاضراب، كنرجعو صافي. دابا هي خصها لامبيلونس ديها وتجيبها، ما تقدرش تمشي. كنا كنمشيو بعدا في الكروسه، ملي كانت بعدا شويه كندفع في الكروسه. دابا ما تجلسش، هي ما كتجلسش نهائيا، يعني عندها الفقرات حاليا، غير كدير دياليز واخا من فوخها. هي عندها لامو، عندها كلشي، خاص معاها يداويوها في السبيطار. حنا بغيناها السبيطار يداويو صافي، ما بغينا والو عاد الدواء في السبيطار صافي. 07 14 30